اشكرك كابتن كريم. اعزائي المشاهدين نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان ننقل لحضراتكم احداث المباراه في الاهلي. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم من قناة النادي الاهلي، قناتكم المفضلة، ونقل جيم 3 نهائي دوري السوبر لكرة السلة لموسم 21-22. النهاردة الجيم الثالث، نستعرض مع حضراتكم تشكيل الفرقتين. نبدأ بقائمة النادي الأهلي وال 12، عمرو زهران رقم 0، عمر عزب رقم 3، إيهاب أمين رقم 4، عمرو الجندي رقم 5، مروان سرحان رقم 6، سيف سمير رقم 8، الجمال 9، أحمد مهيب 14، أحمد إسماعيل 21، مايكل تومسون 22، عبد الله ناصر 34، وأخيرا عمر طارق رقم 55. خروج من القائمة مودي الجرحي ومحمد أبو النصر. أما نادي الاتحاد السكندري فالتشكيل اليوم أحمد عادل دولة 0، إسماعيل أحمد رقم 1، مصطفى عصام فودة 4، هيثم كمال 6، مؤمن مبارك 7، كوري ويبستر 8، ميدو طه 9، يوسف شوشة 12، أبو العلا بيبو أو أحمد أبو العلا بيبو 14، ياسر صالح 20، علي محمد أحمد 42، وحاتم البحيري 77. القيادة الفنية للنادي الأهلي الكوتش أوجستي جولبي بوش ومعاوناه الكابتن أحمد الجرحي والكابتن رامي الدياصي. أما القيادة الفنية للنادي الاتحاد أحمد الكوتش أحمد مرعي مدير فني ومعاوناه كابتن زاهر عبد الباسط، كابتن محمد سمير، كابتن ياسر مبارك. في البداية أحب أن أنعي حكم الميني باسكت، حكم منطقة اسكندرية كابتن أحمد بركات، حكم الميني باسكت منطقة اسكندرية التي وافته المنية، للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان، البقاء لله في وفاة حكمنا أحمد بركات. فكر برضو حضراتكم بسلسلة السيريس أو البيست أوف فايف. انتهت أحداث جيم 1 بتقدم بفوز الاتحاد 86-77 بعد اكسترا تايم في جيم 1، وجيم 2 خلص بفوز النادي الاهلي بفارق 13 نقطة 73-60. على بركة الله نستعرض مع حضراتكم حكام لقاء اليوم، فوتشيك لازكا والبولندي الجنسية، وبوريس كريتش السلوفاني الجنسية، وسامح الصفانوس حكمنا الدولي المصري. دقائق ونبدأ أحداث جيم 3 في سلسلة السيريس بيست اوف 5 على بركة الله. كوتش أوجستي والتعليمات الأخيرة في أحداث قبل بداية أحداث المباراة. تركيز واضح على اللاعبين، عودة أحمد إسماعيل بعد أن يعني ما لعبش جيم 1 وجيم 2، وأيضا من الاتحاد عودة كوري ويبستر اللي ما لعبش جيم 2. الستارت لاين أب للنادي الأهلي النهارده عمرو زهران، مروان سرحان، مايكل تومسون، إيهاب أمين، وعبد الله ناصر. ده الستارت لاين أب للنادي الأهلي. كوتش مرعي زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، و تبادل التحيات قبل بدء المباراة. ستارت اللاين اب لنادي الاتحاد كوري ويبستر، احمد ابو العلا بيبو، علي محمد، ياسر صالح، ومصطفى واحمد عادل دولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بداية المباراة نقف دقيقة حداد
دي احداد على روح الفقيد الشباب الكابتن احمد بركات حكم منطقه اسكندريه للميني باسكت للفقيد الرحمه ولاهل الصبر والسلوان البقاء لله في وفاه حكمنا الشاب. عمر طارق، ايهاب امين، عمرو زهران، مايكل تومسون، مروان سرحان، خماسي النادي الاهلي، كوري اوبستر، ياسر صالح، بيبو علي محمد، ودولا خماسي نادي الاتحاد. على بركة الله نبدأ أحداث المباراة والجيم 3 والحيازة التحدوية. كوري هوبستر على بداية الهجمة يسلم لدولا، دولا لعلي محمد، من تمن نادي الأهلي، بيبو لدولا مرة تانية مع مايكل تومسون، سكرينات عشان يفضي كوري هوبستر اللي بيتولى رقابته عمرو زهران، وادي أولى الثلاثيات ينجح على طول في تسجيل أول ثلاث نقاط علي محمد، تصبح النتيجة 3-0. مايكل تومسون ودولا، ما زال دولا التاسك او مهمته هو ايقاف مايكل تومسون، تخبط في رجل ابو احمد ابو العلا بيبو وتطلع اوتسايد وتجدد معاه الزمن الهجمه الى 14 ثانيه مره ثانيه. مايكل تومسون على تنفيذ الاوت مع دولا، ثنائيات هتشوفها في وفي الهجوم. ايهاب عميد يحاول يعدي يعمل الدرايف، سيطر على الكرة، يسلم عمرو زهران 15 نقطة جيم 2. عمرو يلف ويرتكز، سيطر على كورته، حاول آخر ثانيتين في زمن الهجمة لكن ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند هنا مين لكن صفرت، والبزر ال 24 ثانية كان هو الأسرع، انتقال الكرة على طول أوتوماتيك إلى حيازة نادي الاتحاد. دولا من الاتحاد يبدأ الهجمة لنادي الاتحاد، دولا عدى الملعب مع مايكل تومسون، دفاع النادي الأهلي مان تو مان. علي محمد مع مروان سرحان، بيبو يسلم لدولا، دولا بحاول يلعب 1-on-1، دولا لا طريق مقفول، رجع تاني وسلم لكوري اوبستر، كوري العائد من الاصابه، كوري لعلي مره ثانيه على الاوبن شوت لكن قرر ان هو يعمل الدرايف ويطلع كيك اوت لياسر صالح على 3 بوينت في البزر الاخير ينجح في تسجيل الثلاثيه الثانيه، 2 من 2 ثلاثيات لصالح نادي الاتحاد، يعدل بيهم النتيجه الى 6 نقاط مقابل لا شيء النادي الاهلي. مايكل تومسون يبدأ الهجمة ويسلم لإيهاب أمين، إيهاب ينزل تحت الباسكت لكن الستيل على طول من نادي الاتحاد، كوري اوبستر يبدأ الهجمة فاست بريك لكن يهدى على ملعبه مرة ثانية، كوري على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند من ياسر صالح ويسلم لعلي على طول، علي حاول سترايك كده على الباسكت لكن ما بينجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند عند عمر طارق ويسلم لمايكل تومسون، مايكل ياخد سكرين من عمر طارق، مايكل على 3 بوينت، مايكل يشوط اوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول، مايكل بيطالب باحتسابها، نشوف الفاول على مين، اعتقد ان الفاول على عمر طارق، فاول على عمر طارق، والحيازه اتحادويه والثلاث نقاط لم يحتسبوا. دولا من الاتحاد لعلي، سلم علي لبيبو مرة ثانية، بيبو لدولا، مان تو مان للنادي الأهلي، دولا لكوري اوبستر، كوري على 3 لكن عمرو زهران استطاع لإيقاف الشوطة، لبيبو في الباز لاين، بيبو على الميديم شوت شوت ونجح في تسجيل 2 بوينت كمان للنادي الاتحاد، 8 لا شيء لصالح نادي الاتحاد. مروان سرحان يسلم لمايكل تومسون من الهاند اوف، مايكل وادي 3 بوينت والاوفنسيف فاول الثاني على عمر طارق، على طول الكره في حيازه نادي الاتحاد، اعتقد كوتش اوجوستي هيتم تغيير عمر طارق دلوقتي للفاول في دقيقتين ونص تقريبا. دولا يبدا الهجمه، لسه دولا خد الكره منه كوري اوبستر، سكرين مع بيبو، وادي كوري على الميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، على طول ديفنسيف ريباوند من مايكل تومسون، مايكل يبدا الهجمه، مايكل معاه ياسر صالح، مايكل عايز يسلم الكره لعمرو زهران، عمرو حاول يعدي عمرو، اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، درايف عمرو ووصل لكن هنا ووكينج على طول يحتسبه فوتشيك لازكا الحكم البولندي، وتقول الكره في حيازه نادي الاتحاد. 7 دقائق على انتهاء احداث الكوارتر الاول، لم ينجح الاهلي في تسجيل اي نقاط، 8 نقاط لصالح نادي الاتحاد حتى هذه اللحظات. دولا لكوري اوبستر، كوري سكرين من علي عايز يعمل بيك اند رول عملها لكن رجع تاني لكوري،
الكوري وبيستغل، عايز يستغل الميس ماتش، لكن بتسلم لبيبو، بيبو مع عمر طارق، حاول يطلع الكره لكوري هوبستر مره ثانيه، كوري على 3 بوينت من بعيد، كوري لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول مايكل تومسون، مايكل يسلم ل مروان سرحان، درايف من البيست لاين لكن بيعترضوا بيبو بخطا شخصي وفاول على احمد ابو العلا بيبو. وادي تو شوت للصالح عمر سرحان، مروان سرحان. 6 دقائق 28 ثانيه في احداث الكوارتر الاول متبقيه. مروان على الفري ثرو، مروان سرحان على الفري ثرو الاول لا ينجح في التسجيل، مروان على الفري ثرو الثاني نجح في التسجيل. اولى النقاط الاهلاويه، وفي تغيير قائم في التوقيت الحالي، عمر طارق زي ما قلت لحضراتكم يخرج واعتقد ينزل مكانه سيف سمير. ضغط النادي الاهلي من اول الملعب، علي هو اللي بيعدي من الملعب، مركز بوينت جارد بتعمل عدد ضغط التيم، يسلم لياسر صالح، سيف سمير زي ما قلت لحضراتكم، دولا دولا لياسر والهاند اوف، ياسر صالح معاه ايهاب امين، حاول يلعب البيك اند رول، يقطع ايهاب امين ويعمل الستيل ويبدا الفص بريك ويروح وتون وان ويوصل عمرو زهران بدنك ولا اروع، ان يور فيس عمرو زهران، نقطتين للنادي الاهلي، ده الفرق الى 5 نقاط، عمرو زهران ام في بي جيم 2 احسن لاعب في المباراه الثانيه. دولا حاول يعمل الدرايف طلع الكيك اوت لعلي، علي وبساط سريع لياسر صالح، رجع النادي الاهلي المان تو مان ثاني، لسه دولا مع الكوره مع ايهاب امين، حاول يعدي من ايهاب ويقف على 3 بوينت شوت لكن ما بينجحش في التسجيل، وتروح الكوره على طول اوت سايد لصالح نادي الاهلي، اوت سايد للنادي الاهلي. في اعتقد الاشاره كده في حوار دائر ما بين كوتشي كلاسيكا والكوتش احمد مرعي، لكن خلينا في المباراه. مايكل تومسون ودفعات قوية من دولا، عدى بالسكرين من سيف سمير، يسلم لإيهاب أمين، إيهاب لسه مع الكورة درايف، وإيهاب على 3 بوينت أوبن شوت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول بيبو من الاتحاد ديفنسيف ريباوند ويسلم لدولا، دولا لبيبو مرة ثانية، هاند أوف مع كوري هوبستر، كوري يعدي بالسكرين لكن عمرو زهران لسه معاه لياسر صالح، ياسر بيبو عايز يقطعله، دولا يستلم الهاند أوف لسه دولا مع الكرة لعلي والبلايند لكن بلايند باص، لكن على طول ايهاب امين يعمل السيل ويبدا الهجمه ويروح فص بريك ويقف ويشوت 3 بوينت لكن اير بول على طول تروح الكوره مستعجله يا ايهاب. كوري هوبستر مع الكرة يسلم لدولا على 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط. حداشر الاتحاد 3 الاهلي، 4 دقائق 30 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الأول. سكرين من سيف درايف لكن هنا ووكن على طول ترن اوفر، على طول الكرة رايحة لنادي الاتحاد وأوت سايد ووكن على مايكل تومسون. وحوار من كوتش اوغوستي ووكن واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. علي محمد يستلم الكره ويسلم لبيبو، بيبو لدولا، كوري هوبستر تحت الباسكت عايز يلعب 1 1 ويلف ويشوط بالفيد اوي لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند سيف سمير لمايكل تومسون، يبدا الهجمه مايكل، مايكل لسه مع الكرة درايف مايكل وصل لكن سلم وكيك اوت لعمرو زهران على 3 بوينت، عمرو زهران ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات الأهلوية، على طول يضيع الفارق الى 5 نقاط 11 6 اخر 3 دقائق و50 ثانيه في احداث الكوارتر الاول، وفاول على عمر
او مروان سرحان عفوا، ثلاث فاولات ارتكبها النادي الاهلي في احداث هذا الكورتر مقابل فاول وحيد لنادي الاتحاد. شوشع على التغيير وتشيك لازكا البولندي الجنسيه مواليد 25/8/1980 يبلغ من العمر 42 عام اوتسايد للاتحاد. شوشع نزل مكان ياسر صالح وميدو طه ايضا نزل، دوله مكان كوري روكستر، لسه دوله معاه كوره يسلم لميدو طه. ماتش اب زون ديفنس النادي الاهلي، درايف حاول ميدو يعدي لكن يعمل السيل ولا اروع. مايكل تومسون وفاست بريك وعمرو زهران يوصل وينجح في تسجيل الكاونت والاند وان، وخطا وفاول على يوسف شوشه. فاول على يوسف شوشه والاند وان وعمرو زهران، وتغيير وحوار مع يوسف شوشه وتغيير في الاهلي خرج مروان سرحان نزل مكانه دلوقتي، والسمعة ينزل من الملعب في الاتحاد من الاتحاد ويخرج علي محمد عمرو الجندي ونزول بدلا من مروان سرحان. والاند وان للصالح عمرو زهران. فود ايضا ينزل مكان دولة، والاند وان ينجح في تسجيلها عمرو زهران. وكل ده الفارق الى 3 نقاط 11-9 لصالح نادي الاهلي. 2:30 وادي مصطفى حسام فوده يسلم للسمعه اسماعيل لبيبو لفوده مره ثانيه. سكرينات تحصل لعيبه الاتحاد، ميدو طه يطلع كيك اوت لاسماعيل، اسماعيل يسلم لميدو طه ثاني على الهاند اوف، حاول يلعب ويعمل الدرايف ويطلع السمعه على الثري بوينت، اسماعيل يشوط لكن ما بينجحش في التسجيل. على طول سيف سمير يلم ريباوند ويسلم لإيهاب عميد، إيهاب يطالب بفتح الملعب. واحد على واحد ولا سكرين، والبيك اند رول ده اللي هنشوفه دلوقتي، سكرين وهنشوف البيك اند رول، لكن إيهاب قرر إنه يخترق ويطلع كيك أوت لعمرو الجندي على الثري بوينت، لكن قصيرة ما بتجيش، يلم على طول. نادي الاتحاد عن طريق مصطفى عصام فودة. فودة لشوشه، شوشه ودرايف ويطلع كيك اوت لاحمد بيبو اللي بيشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عمرو زهران. عمرو حاول سيطر على كورته لكن يعمل ستيل على طول فوده ويسلم لميدو طه. ميدو ودرايف من الميدل يطلع كيك اوت لكن في السكه يقطع سيف سمير، يسلم لايهاب امين. ايهاب والفاصل بريك 3 على 3 هيقف ويعمل ايه؟ عمرو الجندي يهوش ويخترق ويحصل فاول على احمد ابو العلا بيبو. ثاني الاخطاء الشخصيه على بيبو. عمرو الجندي واحد من توب سكورر في الجيم 2 ب 12 نقطة. وفي تغيير قادم في صفوف الأهلي. أحمد مهيب ينزل. أعتقد مكان إيهاب أمين. وأدي هيثم كمال مكان أحمد أبو العلا بيبو. أحمد مهيب هو قدامنا في الشاشة. والأوتسايد للصالح النادي الأهلي. دقيقتين 14 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. مهيب لمايكل تومسون مرة ثانية. مصطفى عصام فودة مش سايبه، سكرين وش والبيك اند رول لسيف سمير يطلع كيك اوت عمرو الجندي على 3 بوينت اوبن شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. سيف يحاول معاها لكن ما بيجيش، يسلم على طول مصطفى عصام فودة. يبدا الهجمة مع ميدو طه والسيت بلاي. شوشة ياخد سكرين من هيثم كمال، لكن لسه معاه عمرو زهران. هيثم كمال على اوبن شوت لكن قرر انه يعمل الدرايف ويلعب 1-1 تحت الباسكت وقفوا سيف بالمرصاد لفودة. فودة ومعاه مهيب. فودة لهيثم كمال على 3 بوينت شوت ونجح في تسجيل. 3 نقاط للصالح نادي الاتحاد. 3 نقاط من هيثم كمال. اخر دقيقة ونص من زمن احداث الكوارتر الاول جيم 3. افكر حضراتكم بالنتيجة 1-1 حتى هذه اللحظات. سيف سمير لمايكل تومسون. مايكل لسه معاه الكرة، مايكل محتفظ بيها. اخر 4 ثواني في زمن الهجمة. مايكل على 3 بوينت وينجح في انه ياخد فاول من مصطفى عصام فودة. الفاول الاول على فودة والتوتال فاولات على نادي الاتحاد الرابع. مصطفى عصام فودة يمتلك خطا شخصي، ويوسف شوشه ايضا، وابو العلا بيبو او احمد ابو العلا بيبو خطاين. ميدو طه يخرج في تغيير الاتحاد وينزل كوري اوبستر.
ثلاث رميات لمايكل تومسون. مايكل على الفري ثرو الاول نجح في التسجيل، ده الفرق الى اربع نقاط لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون على تنفيذ الفري ثرو الثاني. ينجح ايضا في التسجيل. دقيقة 16 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. والفري ثرو الثالث نجح مايكل في تنفيذه وتسجيله. اصبحت النتيجة دلوقتي 14-12. خرج مايكل تومسون، دخل مكانه عمر عزم. فود هيبدأ الهجمة لنادي الاتحاد والست بلاي. يسلم لكوري اوبستر، كوري ياخد سكرين من هيثم كمال. لسه الكرة مع كوري، احمد اسماعيل نزل دلوقتي وادي هنا في صفاره والووكينج على يوسف شوشه. احمد اسماعيل بعد الاصابه، نزول احمد اسماعيل. واوت سايد لصالح النادي الاهلي، ما زال نادي الاتحاد يضغط من اول الملعب بعد انداء الفارق الى باسكت لصالح. عمر عزب هيستلم، يبدا الهجمه عمر. معاه مصطفى حسام فوده. عمر عزم عدى قبل الثمان ثواني. لسه الكره مع عمر، ياخد سكرين من احمد اسماعيل. والهاند اوف مع عمر مع عمرو الجندي، لكن يعمل الستيل على طول فوده ويبدا الفاست بريك مع احمد اسماعيل. هيثم كمال لاحمد اسماعيل مره ثانيه على الباور لاب وينجح في تسجيل تو بوينت لصالح نادي الاتحاد، يوسع الفارق الى اربع نقاط لصالح الاتحاد. عمر عزم لازم هنا البساط بسرعه شويه. لمهيب، مهيب بيهوش مع كوري اوبستر. لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل تحت الباسكت حاول سيطر، لكن اسيست روعه لعمر عزب وباسكت ولا اروع للنادي الاهلي. ده الفرق ثاني الى باسكت لصالح نادي الاتحاد. اخر 30 ثانيه في زمن احداث الكوارتر الاول. تقدم الاتحاد 16-14. او عفوا اخر 10 ثواني في زمن احداث الكوارتر الاول. كوري اوبستر، كوري سكرين، كوري لسه مع الكره، كوري يعمل الدرايف يوصل وينجح في تسجيل تو بوينت على طول عشان تاتي معها البازر ب تقدم الاتحاد 18-14 لصالحه في نهايه احداث الفتره الاولى او الكوارتر الاول. اعزائي المشاهدين نسمع تعليمات المديرين الفنيين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في جيم 3 ما بين الاهلي والاتحاد نهائي دوري السوبر 21-22 هذا الموسم. نفكر حضراتكم بنتيجه الكوارتر الاول 18-14 لصالح نادي الاتحاد. تركيز عميق من كوتش اوجوستي ومساعده كوتش احمد الجرحي والكوتش رامي الدياسي. الحيازه التبادليه لصالح الاهلاويه، احمد مهيب، عمر عزب، وهنشوف باقي التشكيل. سيف سمير واحمد اسماعيل وعمرو الجندي، ده خماسي النادي الاهلي. كوري اوبستر، مصطفى عصام فوده، شوشه، هيثم كمال واحمد اسماعيل، ده خماسي الاتحاد. احمد مهيب يسلم للجندي، جندي واولى الثلاثيات في الكوارتر الثاني لكن ما بينجحش في التسجيل. والحيازه الاهلاويه 8 ثواني على انتهاء او 14 ثانيه على انتهاء احداث الهجمه. تجدد معاها لانها لمست البور الحلقه. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، عمر عزب لسيف سمير، سيف والسيمي هوك لكن ما بينجحش في التسجيل. على طول ديفنسيف ريباوند من احمد اسماعيل او اسماعيل احمد لكوري اوبستر. كوري لسه الكره مع كوري، هيثم كمال لكوري مره ثانيه. بساط سريعه تنتهي عند فوده، فوده لاسماعيل في البيز لاين مع سيف سمير بيحاول يعمل الدرايف يلعب 1 ان 1 ويطلع كيك اوت لهيثم كمال. هيثم درايف من الميدل ويوصل لكن ما بينجحش في التسجيل. اوفنسيف ريباوند على طول لاسماعيل لكوري ويبستر على 3 شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول عمرو الجندي ويبدا الهجمه. عمرو معاه يوسف شوشه لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل لمهيب، مان تو مان نادي الاتحاد عمر عزب. عمر طلب السكرين من سيف سمير لكن تخبط في رجلي كوري اوبستر وتطلع اوت سايد وتجدد معاها الزمن الهجمه ل 14 ثانيه. ايهاب امين على النزول مكان سيف سمير. ايهاب
سكيب باس لعمر عزب في 3 بوينت على البيز لاين لكن ما بيرجعش في التسجيل. اسماعيل احمد على طول يلم بديفنسيف ريباوند ويسلم لفودة. فودة يبدا الهجمه في السيت بلاي. فودة للسمعة هيثم كمال لكوري هوبستر بالهاند اوف كوري وسكرين حاول يلعب 1 1 لكن يسلم لاسماعيل في البيك اند رول ويقطع على طول عمرو الجندي ويحاول يبدا الهجمه وفص بريك عمرو الجندي 1 2 طالع وينجح في تسجيل اولى نقاط الاحداث الكوارتر الثاني ويدعي الفرق الى باسكت لصالح نادي الاتحاد. يبدا الهجمه مصطفى عصام فوده لهيثم كمال اسماعيل احمد يوسف شوشه والهاند اوف يوسف طلب السكرين من هيثم كمال راح له لكن لسه معاه احمد مهيب ويسلم لهيثم كمال على الثري بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول ديفنسيف ريباوند من ايهاب امين. ايهاب يبدا الهجمه. ايهاب خد السكرين من احمد اسماعيل درايف ولا ثري بوينت ولا هيطلع كيك اوت ده اللي هنشوفه دلوقتي. ايهاب امين طلع كيك اوت لعمر عزب. عمر عزب لحقها ويسلم لمهيب. مهيب وهنا في فاول على هيثم كمال واوت سايد لصالح النادي الاهلي. انفعالات ورياكشنات كوتش احمد مرعي وايضا كوتش اوجوستي واولى الاخطاء الشخصيه في احداث الكوارتر الثاني. واوت سايد اهلاوي بوريس كريتش السلوفاني مواليد 14/3/82. عمر عزب هيطلع الاوت يسلم لايهاب امين زون ديفنس 2/3 نادي الاتحاد. عمر عزب درايف من البيز لاين سلم لاحمد اسماعيل قطع له الناحيه الثانيه مهيب يلحق مهيب قبل ما تقطع الكوره لحق فعلا وقف وشاط لكن ما بينجحش في التسجيل. هيثم كمال ديفنسيف ريباوند على طول ويسلم لفوده. فوده لسه الكوره مع فوده يسلم لكوري وبستر. كوري وسكرين من هيثم كمال عدى هيلعب بيك اند رول ولا درايف وقف وشاط بستيب باك لاك وينجح في تسجيل 2 بوينت يوسع الفارق الى 4 نقاط مره ثانيه. كوري وبستر 20-16 لصالح نادي الاتحاد. عمر عزب ضغط نادي الاتحاد تحت الباسكت حلو اسيست ولا اروع على احمد اسماعيل لكن ما بينجحش في التسجيل. هنا الكره رايحه لمين خبطت في ايد لاعب الاتحاد وطلعت اوتسايد لصالح نادي الاهلي. احمد اسماعيل على الخروج وينزل هو وعمر عزب ينزل مكانه مايكل تومسون والسيف سمير في تغييرات كوتش اوجوستي. ايهاب امين ميدو طه في النزول مكان يوسف شوشه في تغييرات كوتش احمد مرعي. ايهاب امين هيطلع الاوت 6:49 على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. مهيب درايف مهيب لكن يعمل السيل في السكه اسماعيل احمد ويسلم لميدو طه ويبدا الهجمه. ميدو لمصطفى عصام فوده يعمل الدرايف ويوصل لكن مهيب يرتكب معاه فاول وبتو شوتس طبقا لاشاره بوريس كابتن سامح الصفانوس. احمد مهيب اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي وعلى احمد مهيب في بدايه احداث الكوارتر الثاني. مهيب يخرج وينزل مكانه ابراهيم الجمال كابتن الفريق في هذه المباراه. جيمي اربع نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد 6:32 على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. مصطفى عصام فوده على الفري ثرو الاول نجح في التسجيل. فوده على الفري ثرو الثاني وسع الفارق الى 5 نقاط. فوده على الفري ثرو الثاني نجح ايضا في التسجيل. دولا مكان مصطفى عصام فوده في تغيير كوتش احمد مرعي لنادي الاتحاد. ضغط نادي الاتحاد من اول الملعب واحده من اساليب الدفاعيه لفريق نادي الاتحاد وكوتش احمد مرعي. مايكل تومسون للسيف سمير للجيمي على 3 بوينت اولى الثلاثيات لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول نادي الاتحاد عن طريق دولا يسلم الكره هوبستر. 3 محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت في الكوارتر ده ما نجحش في التسجيل. والكيك اوت لدولا
ياخد سكرين من حيث كان دولا لسه معاه الكره دولا اخر خمس ثواني في زمن ال 24 ثانيه وطلع كيك اوت لميدو طه. ميدو على 3 بوينت اوبن شوت ما بينجحش في التسجيل. ايهاب امين على طول ديفنسيف ريباوند وهنا في فاول على دولا. دولا اول اخطاء شخصيه على دولا اوتسايد لصالح نادي فاول على احمد عادل دولا. سيف سمير يستلم ويسلم لإيهاب أمين مرة تانية. يبدأ الهجمة إيهاب. ضغط على مايكل تومسون. إيهاب أمين والهاند أوف معاه سيف. إيهاب يخترق ويطلع كيك أوت لعمرو الجندي. عمرو الجندي على الثلاثية ينجح في تسجيل 3 بوينت ولا أروع ويتضيق الفارق إلى 3 نقاط 19-22 لصالح النادي الأهلي. هيثم كمال من الاتحاد للسمعة. السمعة لدولا مرة تانية. سكرينات عشان يفضي كوري ويبسر لكن معاه مايكل تومسون. ياخد سكرين من هيثم كمال يعدي لكن لسه مايكل تومسون معاه. هيثم كمال يهوش ويعمل الدرايف ويطلع كيك اوت لميدو طه. ميدو باصه سريعه كده لاسماعيل احمد يشوط قبل ال 24 ثانيه لكن ما بينجحش في التسجيل. على طول ديفنسيف ريباوند وتروح لإيهاب امين 1 ان 1 ويوصل بشماله وينجح في تسجيل 2 بوينت لفريق نادي الاهلي. يدعي الفرق الى فرق نقطه. اربع محاولات لنادي الاتحاد على 3 بوينت ما نجحش في تسجيل ولا محاولة مقابل النادي الأهلي. أربعة أيضا نجح في تسجيل محاولة واحدة. سمعة والست بلاي لنادي الاتحاد. كوري هوبستر مع مايكل تومسون قطع له دولا يلعب ويقلب الملعب الناحية التانية لهيثم كمان لشوت 3 بوينت لكن هنا في خطأ شخصي على سيف سمير. فاول على السيف يحتسبه كوريس كريتش والثلاث شوطات أو ثلاثة فري ثرو للصالح كوري هيثم كمال. 21-22 لصالح الاتحاد السكندري. هيثم كمال على الفري ثرو الاول لا يسجل. هيثم على الفري ثرو الثاني. لسه هيثم وادي الفري ثرو الثاني نجح في التسجيل. اخر فري ثرو لهيثم كمال لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من سيف سمير لمايكل تومسون. مايكل يبدا الهجمه. مايكل معاه الدولة لإيهاب امين. إيهاب وادي الباصه ولا اروع والباسكت لكن هارد لك يا سيف. ما ينجحش سيف في تسجيل التو بوينت ويسلم على طول دولا من الاتحاد لاسماعيل احمد تحت الباسكت. ايهاب يقطع في السكه ويعمل الستيل وتطلع اوتسايد لصالح الاتحاد. باصه من ايهاب من اسماعيل احمد ليه هيثم كمال لكن ايهاب يقطع في السكه وهيثم كمال يخرج وهنشوف مين نازل مكانه او نزل مكانه مين. وادي احمد اسماعيل يخرج وينزل مكانه سيف. بيبو هو اللي نزل مكان هيثم كمال. 17 ثانية على زمن انتهاء زمن الهجمة. فوتش كليزكا هو اللي هيطلع الاوت. وادي سكرينات تنتهي عند دولا في البيز لاين. ياخد السكرين من بيبو. بيبو يسلم لميدو طه. ميدو جاله بيبو على السكرين يحاول يلعب 1 ان 1 ويطلع كيك اوت لاسماعيل. اسماعيل تحت الباسكت لبيبو في غفلة دفاعية من الأهلاوية وينجح في تسجيل 2 بوينت لصالح نادي الاتحاد. نقطتين كمان نادي الاتحاد والكره في عز نادي الاهلي. مايكل تومسون لابراهيم الجمال. جيمي لمايكل مره ثانيه. اسماعيل يعمل سكرين لمايكل تومسون على 3 بوينت مايكل لكن ما بينجحش في التسجيل. يزق على طول سمعه ويباصي لدولا. دولا بدوره ل ميدو طه. ميدو سكرين من اسماعيل حاول يقف ويلعب بيك اند رول يسلم لدولا. دولا ودرايف لاسماعيل تحت الباسكت 1 ان 1 ويطلع كيك اوت هنا عند كوري ويبستر في البيز لاين يشوط وينجح في تسجيل 3 نقاط على طول. كوتش جوستي يطلب تايم اوت عشان ايقاف دفاعات نادي او هجوم نادي الاتحاد الثلاثيه الاخيره وتنتهي هنا
بتايم اوت والنتيجة زي ما حضراتكم شايفين 28-21 لصالح الاتحاد. نسمع التعليمات من كوتش وجوس وكوتش احمد مرعي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي. وماسي الاهلي ايهاب امين، مايكل تومسون، ابراهيم الجمال، احمد اسماعيل وعمرو الجندي، ده الخماسي الاهلاوي اللي نزل الملعب دلوقتي 3 دقائق 29 ثانيه. وهنقول لحضراتكم خماسي نادي الاتحاد. كوره اوبستر وبيبو ودولا اسماعيل احمد. لكن خلينا مع المباراه. مايكل تومسون يسلم لعمرو الجندي ومدو طه هو الخامس. جيمي بساط سريعه من النادي الاهلي عند احمد اسماعيل، عمرو الجندي، ايهاب امين، ايهاب وسكرين من عمرو الجندي، حاول يلعبوا ال 1 1 في البيس داين، لكن تخبط هنا في ايد مين ولا فاول؟ اعتقد انها كابتن سامح الصفنوسي احتسبها في اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي، ايهاب امين، اخر خمس ثواني في زمن الهجمه يشوط عمرو الجندي لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول بيبو من الاتحاد يسلم لميدو طه. سبع نقاط فرق لصالح نادي الاهلي. الاتحاد ميدو لدولا من تمن نادي الاهلي. اسماعيل احمد، سمعه لكوري ويبستا، كوري ومعاه مايكل تومسون، ياخد سكرين من بيبو لقى الطريق فاضي ويطلع الكيك اوت لاسماعيل. اسماعيل في الثانيه الاخيره ما قبل البزر لكن اير بول وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. ست محاولات لنادي الاتحاد على 3 بوينت نجح في تسجيل محاوله وحيده، وست ايضا محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت نجح في محاوله واحده. حوار ما بين فوتش كليزيكا وكوتش اوجوستي في احداث المباراه. والاوتسايد اهلاوي، سبع نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون، مايكل لايهاب امين، لمايكل بصات سريعه النادي الاهلي، عمرو الجندي لايهاب امين تنتهي في الاخر عنده، يسلم لاسماعيل احمد اسماعيل تحت الباسكت، كيك اوت لمايكل تومسون يلحق قبل ما تقع منه، ياخد سكرين عمرو الجندي لايهاب امين على الاوبن شوت، يهوش ويشوط على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. عمرو الجندي على السكند شوت ينجح في تسجيل 2 بوينت وياتي معها بفاول لاحمد ابو العلا بيبو. وون مور او الاند وان للصالح النادي الاهلي. ايهاب امين يخرج ينزل عمرو زهران، ثلاث اخطاء شخصيه على احمد ابو العلا بيبو. تغيير اخر نشوف مين، علي محمد مكان اسماعيل مكان احمد ابو العلا بيبو. وقع طبعا واحد من كي بلاير لنادي الاتحاد احمد ابو العلا بيبو، ثلاث اخطاء شخصيه على طول يسحبه الكوتش مرعي وينزل مكانه علي محمد. على الفري ثرو او الاند وان او الوان مور، عمرو الجندي ينجح في تسجيلها. ده الفارق الى 28-23، خمس نقاط فارق. اسماعيل احمد لعلي للدوله وسكرينات لاحمد لاسماعيل احمد، 1 اون 1 بيلعب ويطلع لعلي محمد على 3 بوينت، ينزل تاني لاسماعيل قطع له ميدو طه والهيلب من اسماعيل احمد يقطع فعلا ويسلم هنا. يسلم مين؟ يسلم مايكل تومسون. مايكل يبدا الهجمه، مايكل يشاور على التيشيرت
لسه مايكل توبسون معاه الكره، ياخد السكرين اسماعيل احمد لجيمي ابراهيم الجمال، يقلب الملعب لعمرو زهران، درايف عمرو زهران ويباص لاسماعيل اسيست ولا اروع بباسكت باور لاير، ينجح في تسجيل 2 بوينت لصالح النادي الاهلي. التايم اوت على طول يطلب الكوتش احمد مرعي، شكرا على الاعاده وشكرا على الاسيست وشكرا على الباسكت. اسماعيل احمد اسماعيل ينجح في تسجيل 2 بوينت، ده الفرق الى باسكت. وعلى طول كوتش احمد مرعي يطلب تايم اوت. تعالوا نسمع تعليمات الكوتش مرعي والكوتش اوجستي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Against them. So pass, close out, and then read. I have here, we have, but don't crash against all the defense. Sometimes one dribble is enough. You know? One dribble, from the pass, extra pass, boom, one dribble to go here. Dribble, scoring with the stay to the basket, we are crashing against them because they are guards. Good defense. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش مرعي. زي ما حضراتكم سمعتوا في تعليمات كوتش اوجستي، وان دريبل از انف، بلاش دريبل كتير، دونت اوبن اون 3 بوينت، او بلاش نفتح الديفنس بتاعنا، ندي مساحه لل 3 بوينت للاعيبه الاتحاد يقدروا يستغلوها. اخر دقيقه 32 ثانيه في عمر احداث الكوارتر الثاني. علي محمد، اسماعيل احمد، كوري ووبس، سرميدو، طه الدوله، ده خماسي الاهلي، خماسي الاتحاد عفوا، الجمال، سيف سمير، واحمد اسماعيل. هنشوف بس مين عشان ما تلخبطش، لكن هو اللي قدامي دلوقتي على الشاشه مايكل تومسون وابراهيم الجمال. ضغط النادي الاهلي وعمرو زهران وسيف واحمد اسماعيل، وهنشوف مين تاني، عمرو الجني. الكره والست بلاي عند نادي الاتحاد، احمد اسماعيل، اسماعيل احمد يسلم لدوله والهاند اوف لميدو طه مره ثانيه. ميدو لسه معاه كوره، يسلم على علي محمد على 3 بوينت يشوط وينجح في تسجيل 3 نقاط، لكن هنا هنشوف في ايه. خلينا بس مع التحكيم، هل احتسبت لم تحتسب؟ لم تحتسب اعتقد هذا. نرجع للمباراه لغايه ما نتاكد. مايكل تومسون لعمرو زهران، عمرو سكرين من عمرو الجندي، راح من البيز لاين، اخترق، طلع كيك اوت لجيمي، ابراهيم الجمال لاحمد اسماعيل، والثلاثيات احمد اسماعيل ينجح في تسجيل 3 نقاط للسمعه. احمد اسماعيل 3 نقاط يجعل التقدم اهلاوي، فرق نقطه 29-28، اخر 42 ثانيه على انتهاء زمن الكورتر الثاني. اسماعيل احمد لدوله من الاتحاد لكوري اوبستر، 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، لكوري لدوله على الاوبن شوت 3 بوينت شوت، وينجح في الرد سريعا على احمد اسماعيل من نادي الاهلي، يجعل التقدم اخضر لصالح نادي الاتحاد. نقطتين لصالح نادي الاتحاد فارق. مايكل تومسون مع دوله، لسه الكره مع تومسون، مايكل عدى ويطلع كيك اوت، لكن يحصل هنا على فاول. نشوف الفاول على مين، شوف الفاول على مين، على اسماعيل احمد. اول اخطاء شخصيه على اسماعيل احمد، واربع اخطاء شخصيه على التيم، اربع اخطاء شخصيه مجموع على الاتحاد. وتايم اوت يطلبوا كوتش اوجستي في اخر 13 ثانيه و7 اجزاء من الثانيه. تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Thank you.
انتهى التايم اوت اللي طلب الكوتش اوجوستي والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. 13 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. عمرو زهران وفي نقاش مع عمرو الجندي وابراهيم الجمال، مايكل تومسون وايهاب امين، ده خماسي النادي الاهلي. خماسي نادي الاتحاد هيثم كمال، علي محمد، يوسف شوشه، ياسر صالح والدوله. هيقابل ال 13 ثانيه دول كوتش مرعي بزون ديفنس 2 3. لسه الاهلي بيطلع كوره، طلع فعلا للجمال، الجمال لعمرو زهران. عمرو زهران بيفتح الملعب، 8 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر. عمرو درايف، عمرو وصل، عمرو نجح انه ياخد فاول على علي محمد في التو شوتس. علي محمد رقم 42، اولى الاخطاء الشخصيه على علي. التو شوتس على طول للصالح عمرو زهران. عمرو زهران هو نجل كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، كابتن علاء زهران او المستشار علاء زهران، واحد من نجوم الجيل الذهبي في التسعينات، كابتن طارق خيري، كابتن ياسر ابو فتوح، كابتن طارق غنام. مش عايز انسى حد بصراحه، لكن خلينا مع التو شوتس لعمرو زهران. عمرو زهران ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول، اخر 5 ثواني في زمن احداث الكوارتر الثاني. والفري ثرو الثاني ده الفرق الى فرق نقطه. ينجح في تسجيل وياتي معها بالتعادل. تايم اوت يطلب الكوتش مرعي في اخر 5 ثواني، 5 اجزاء من الثانيه في احداث وعمر الكوارتر الثاني. تعالوا نسمع تعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تايم اوت اللي طلبه كوتش مرعي، 5 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. دولا كوري اوبستر، اسماعيل احمد، يوسف شوشه او عفوا هيثم كمال، وميدو طه، ده خماسي نادي الاتحاد، احمد اسماعيل، عمرو الجندي، عمرو زهران، مايكل تومسون، ابراهيم الجمال، وضغط النادي الاهلي مان تو مان بريس فول كورت. في هنا في حاجه، في تغيير او حاجه، هو يعني عمرو الجندي من خلال الملخص كده بقول له مفيش تغيير في التايم اوت. كوتش كابتن فوتش كلاسيكا، اسماعيل احمد هو اللي هينزل، هو مفيش تغيير في اصلا التايم اوت. لازيكا بيراجع مع ترابيزه الحكام، وانضم اليه كابتن سامح استفانوس. خلاص سمح بالتغيير. 1-2-2 او 1-2-1-1 بريس فول كورت من النادي الاهلي. دوله لسه معاه الكره، وفاول على عمرو زهران. اول خطا على عمرو زهران، اوتسايد، في اصابه كده لدوله. سلامات لدوله. ثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي توتال في هذا الكوارتر. بيطمن عليه عمرو زهران، اعتقد فاضل ثانيتين. شوفها تاني، خطا موجود. نرجع للمباراه،
كوري هوبستر هيطلع الاوتسايد، ضغط النادي الاهلي مان تو مان. هنشوف كيفيه انهاء الهجمه. هيثم كمال حاول يروح ويشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، عشان تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتعادل فرقتين 31-31. اعزائي المشاهدين، استراحه قليله ما بين احداث الكوارتر الثاني والكوارتر الثالث، نستريح فيها قليلا، لا تذهبوا بعيدا، سنعود مره اخرى مع بدايه احداث الكوارتر الثالث. كنت معكم معلقكم احمد مناع، الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وضيوف الكرام اليكم المايكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي قناه الاهلي وكره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع، نعود اليكم من جديد ومن صاله حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر، ولقاء جيم 3 ما بين الاهلي والاتحاد، وانتهت احداث الكوارتر الثاني بتعادل فرقتين 31-31. تذكير سريع كده بتشكيل فرقتين: عمرو زهران، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير الجمال، احمد مهيب، احمد اسماعيل، مايكل تومسون، عبد الله ناصر، عمر طارق. ده تشكيل النادي الاهلي والقياده الفنيه للسنيور اوجستي جولبي بوش. اما قائمه نادي الاتحاد: احمد عادل دولا، اسماعيل احمد، مصطفى عصام فوده، هيثم كمال، مؤمن مبارك، كوري هوبستر، ميدو طه، يوسف شوشه، احمد ابو العلا بيبو، ياسر صالح، علي محمد، حاتم البحيري، والقياده الفنيه للكوتش احمد مرعي. الستارت اللاين اب للنادي الاهلي النهارده: مايكل تومسون، مروان سرحان، عمر طارق، ايهاب امين. هنشوف الخامس مين. عمرو زهران. اما الستارت لاين اب لنادي الاتحاد: دولا ويوسف شوشه، كوري ويبستر، وهيثم كمال، وعلي محمد. الحازه التبادليه لصالح نادي الاتحاد: دولا يبدا الهجمه والست بلاي، يدور على كوري ويبستر، يسلم لهيثم كمال، هيثم لعلي محمد، لدولا مره ثانيه، السكرينات تنتهي عند يوسف شوشه، كوري ويبستر، من تمن النادي الاهلي، لسه مروان سرحان متولي رقابه يوسف شوشة، لكن بتقع من يوسف شوشة وبتوصل لفص بريك لهائل لإيهاب أمين، ينجح في تسجيل أولى النقاط وأول 2 بوينت لصالح النادي الأهلي في أحداث الكوارتر الثالث. دولا يبدأ الهجمة ويسلم لهيثم كمال، علي محمد، دولا مرة ثانية ليوسف شوشة، كوري ويبستر، كوري يطلع الكيك أوت عند علي على 3 بوينت، ما بينجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول من إيهاب أمين. إيهاب لسه الكرة مع إيهاب، لازم يباصي، وهنا في فاول على، هنشوف على مين، على رقم 6 هيثم كمال، وأولى الأخطاء الشخصية على نادي الاتحاد. أوتسايد لصالح النادي الأهلي. عمرو زهران على 3 بوينت، يستلم الهاند اوف مع مايكل تومسون. مايكل طلب السكرين من عمر طارق، جاله السكرين بيك اند رول، عمرو زهران فاضي على 3 بوينت، قرر يعمل الدرايف ويسلم الكيك اوت الناحيه الثانيه لمروان سرحان، مروان والدرايف والهوك، لكن ما بينجحش في التسجيل، توصل الكره عند عمرو زهران، ينجح في انه يخطفها وينجح في التسجيل، 2 بوينت على طول لصالح النادي الاهلي، 4 نقاط بدايه احداث الكوارتر الرابع لصالح النادي الاهلي. ادي الاعاده، وادي الريباوند، وادي الستيل من عمرو زهران، وادي الفينش بالباسكت لعمرو زهران، 15 نقطة. جيم 2 عمرو زهران، وادي كوري ويبستر يقف ويطلع كيك اوت ليوسف شوشة، تردد لكن شاط ونجح في تسجيل أولى الثلاثيات لصالح نادي الاتحاد، ده الفرق إلى فرق نقطة. مايكل هو اللي متولي رقابة الدولة، لكن هنا في فاول وخطا شخصي، شوف على مين. اعتقد الخطا هنا على عمرو زهران، اعتقد هذا.
او عفوا خطا الشخص هنا، هنشوف على مين، هنشوف دلوقتي على مين، لكن الاوت سايد لصالح الاهلي، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. تفكير عميق من كوتش احمد مرعي وتعليمات من الكوتش اوجوستي مايكل تومسون. ياخد سكرين من عمر طارق، مايكل لسه مع الكره، تولى رقبته ميدو دوله، عمرو زهران، عمرو يطلع كيك اوت لايهاب امين، ايهاب هاوش والستيب باك والشوت على 3 بوينت وينجح البوب ايهاب امين في تسجيل اولى الثلاثيات لصالح النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثالث. ثلاث نقاط للنادي الاهلي، يوسع الفرق الى 4 نقاط، هو الفرق ما بين الاهلي والاتحاد. مباراه النهارده تقدر تعتبرها احسن من جيم 2. يوسف شوشه يخترق ويسلم لهيثم كمال، هيثم ودفاعات قويه من عمر طارق، لكن ايربول توصل عند علي محمد اللي ينجح انه يخطفها ويسجل الكاونت والاند 1 لحسابه، والفاول على مروان سرحان. فاول على مروان سرحان وتغيير في صفوف الاتحاد. اسماعيل احمد ينزل ويخرج هيثم كمال، والاند 1 لعلي محمد اللي داعي الفرق الى فرق باسكت لصالح النادي الاهلي. 7 دقائق 30 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. على الاند 1 كوتش كلاسيكا هو اللي هيسلم الكورة لعلي محمد. ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند النادي الاهلي ويسلم لمايكل تومسون. مايكل والسيت بلاي لمايكل تومسون، ما شفناش فاست بريك قليل قوي اللي شفناه من الناديين. ايهاب امين لسه الكره مع ايهاب، يوسف شوشه هيتولى رقبته، ايهاب لف ورجع خد السكرين والبيك اند رول وعايز يسلم وقلب الناحيه الثانيه لمروان سرحان. مروان درايف من البيس لاين ويوصل، لكن بلوك من اسماعيل وال 24 ثانيه هنشوف قرار الحكم ايه. قال 24 ثانيه انتهت وتقول الكره في حيازه نادي الاتحاد. مصطفى صفوده مكان دوله في التغييرات القادمه من نادي الاتحاد. فوده يبدا الهجمه، بوينت جارد نادي الاتحاد يسلم للسمعه اسماعيل احمد، يقلب على طول لدوله مره ثانيه، جاي له اسماعيل عايز يلعب ال 1-1 تحت الباسكت واخد بوزيشن، لكن يسلم لشوشه، شوشه ومعاه ايهاب امين دفاع قوي، ياخد سكرين من السمعه، شوشه لسه معاه الكوره يعمل الدرايف يوصل، لكن هنا في فاول على ايهاب امين رقم 4. ايهاب امين يرتكب اولى الاخطاء الشخصيه وثاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي توتال، وخطا وحيد على نادي الاتحاد ارتكبه هيثم كمال في احداث بدايه الكوارتر الثالث. او في فاول ثاني، عفوا في فاول ثاني بس مش عارف على مين بصراحه، لكن خلينا مع التو شوتس ليوسف شوشه. الفري ثرو الاول يوسف لا ينجح في التسجيل. شوشه على الفري ثرو الثاني، نجح في التسجيل، ده الفرق الى فرق نقطه وحيده. مايكل تومسون، مصطفى عصام فوده يتولى رقبته في رقابه صارمه، عمرو زهران يعدي بالملعب قبل الثمان ثواني، قرر يخترق ويسلم لمروان سرحان، لكن بلوك من السمعه، يسلم لاسماعيل لعلي محمد، يقطع ايهاب امين ويعمل الستيب ويوصل ويروح ويسجل 2 بوينت للنادي الاهلي، يوسع الفرق الى 3 نقاط 40-37 في اخر 6 دقائق و30 ثانيه من عمر الكوارتر الثالث. فوده ليوسف شوشه، كوري ويبستر على 3 بوينت شوت لكن ما بيرجعش في التسجيل، يلم البوب على طول ايهاب امين، ديفنسيف ريباوند يبدا الهجمه ايهاب، لسه ايهاب مع الكره، ايهاب يسلم لمروان سرحان، مايكل تومسون على الهاند اوف، مايكل يوسع الملعب هيروح لعمر طارق بسكرين، مصطفى عصام فوده رقابه صارمه، لا الطريق فاضي على مايكل تومسون لكن ما نجحش في التسجيل، اسماعيل يلم على طول ويسلم لفوده، فوده يبدا الهجمه لنادي الاتحاد لشوشه، شوشه ياخد سكرين من علي، معاه ايهاب امين
لكوري ويبستر على هاند اوف، لكن لسه كرة مع شوشة، يتعمل دبل تيم على نادي على شوشة ويسلم جيف اند جو ويطلع الكيك اوت لفودة على البيز لاين 3 بوينت، ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران على طول ديفنسيف ريباوند، يبدأ الهجمة ويروح ووكينج ووتش كلاسيكا ووكينج على عمرو زهران، وتغيير في صفوف الاتحاد. علي يدخل، هنشوفها تاني هنا في الإعادة. صحيح، قرار صحيح 100%، قرار صحيح 100%. أربع خطوات لعمرو زهران، على طول الكرة في حيازة نادي الاتحاد، ثلاث نقاط هو الفارق حتى هذه اللحظات. خرج شوشة تقريبا، في إصابة في شوشة، خد كدمة كده في قدمه، لكن خلنا مع المباراة نتمنى له السلامة. طبعا هيثم كمال لإسماعيل أحمد، عمرو الجندي اللي لسه نازل، دولا، وهنا اوفنسيف فاول على السمعة يحتسبه بوريس كيريتش السلوفاني الجنسية، السمعة يرتكب فاول، والتاني أخطاء شخصية لإسماعيل أحمد. انتصاف أحداث الكوارتر الثالث. عمرو الجندي هو اللي هيطلع الاوت. تعليمات من كوتش أحمد الجرحي المدرب العام مع إيهاب أمين، وضغط من فودة على مايكل تومسون. مايكل تومسون في الدفاعات بيتغير عليه ثلاث لعيبة، دولا كوري ويبستر ومصطفى عصام فودة. لسه كرة مع عمرو زهران، بيسلم للجندي، عايز يلعب الانسايد عمرو الجندي مع عمر طارق، لكن لسه كرة مع عمرو الجندي اللي بيخترق وبيوصل وبيروح، لكن ما بينجحش في التسجيل. تنتهي معاه زمن احداث الهجمة، تقول الكرة في حيازة كوري ويبستر. كوري لاسماعيل تحت الباسكت، بيحاول يلعب لون ون، لكن عمرو الجندي في انتظاره. كوري ويبستر سكرين من هيثم كمال، كوري لسه مع الكوره بيحاول يلاقي طريق فؤادي ويشوط، لكن ما بينجحش في التسجيل. هيثم كمال على الاوفنسيف ريباوند، لكن هنا في فاول. هنشوف الفاول على مين. الفاول على اعتقد على ايهاب امين. فعلا فاول على ايهاب امين، تاني الاخطاء الشخصيه على ايهاب امين. سيف سمير بدلا من عمر طارق في تغيير اجراه كوتشو جوستي. اوتسايد تحداوي، 4 دقائق 25 ثانيه. اسماعيل احمد يستلم الكره، فعلا موك فوق فوق، فعلا واضحه جدا زي ما قلنا على عمرو زهران. ووك دي فعلا ووك، في ستيبس زياده او خطوات زياده. استلم مايكل تومسون من نادي الاهلي، لسه نتيجه ثلاث نقاط هو الفارق حتى هذه اللحظات. مايكل عدى قبل الثمان ثواني، مايكل خد سكرين من سيف سمير. لسه مايكل تومسون عايز يعمل بيك اند رول مع سيف، يسلم لايهاب امين. ايهاب ودرايف وبصه ولا اروع، ودنك ولا اجمل من سيف سمير، بصه واسيست روعه الروعه من البوب ايهاب امين. نشوفها تاني في الاعاده، كل الناس راحت على البيز لاين وسيف سمير لوحده، ودنك ولا اروع من سيف سمير. يوسع الفارق الى خمس نقاط، ميدو طه ودرايف ميدو، لكن في فاول على سيف سمير رقم 8، وتاني الاخطاء الشخصيه على سيف، ورابع الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي وكابتن سامح الصفاروس، يحتسب الخطا والتو شوتس لميدو طه. سيف سمير تاني فاولات او تاني الاخطاء الشخصيه. والفري ثرو ميدو طه ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول. اربع محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو، نجح في تسجيل محاولتين. وادي الفري ثرو الثاني، بوريس كيريتش هو اللي هيسلم الكره، السلوفاني الجنسيه، وميدو طه على الفري ثرو الثاني، نجح في تسجيل ايضا. خمس محاولات لنادي الاتحاد، نجح في تسجيل ثلاثة وتغيير في صفوف النادي الاهلي. هنشوف مين دلوقتي. عمرو زهران يخرج،
ينزل احمد مهيب وضغط التحداوي بريس فول كورت مان تو مان. مهيب يستلم ويفضل الشباك ويسلم لمايكل تومسون. مايكل لعمرو الجندي، عمرو يعدي نص الملعب يلعب الست بلاي، جاي يوسف سمير سكرين لكن قرر هو يعتمد على نفسه ويطلع كيك اوت لمهيب اللي لسه نازل وشوت 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم سيف سمير على السكند شوت وينجح في انه ياخد فاول. هنشوف الفاول على مين، هل هو على اسماعيل ولا هيثم كمال؟ شوفها تاني في الاعاده على اسماعيل، الفاول الثالث على اسماعيل. الفاول الثالث او الخطا الشخص الثالث لاسماعيل. وادي سيف سمير على الفري ثرو. طبيعي يخرج اسماعيل بعد ارتكابه ثلاث اخطاء شخصيه ونزول بيبو. وادي اول فري ثرو للنادي الاهلي ينجح في تسجيلها سيف سمير، يوسع الفارق 39-42، ثلاث دقائق ونص على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. وسيف ينجح في تسجيل الفري ثرو الثاني. انا اللي قلت النتيجه غلط يا جماعه، انا اسف. خمس نقاط هو الفارق. وادي كوري اوبستر على الدرايف وهنا ووكينج على ثلاث حكام ما شاء الله، ثلاثه احتسبوها بوريس كريتش وسامح ستيفانوس وفوتش كليسكا، الثلاثه في صفره واحده. هنشوفها تاني هنا لو الكادر اوسع شويه هنشوف الثلاثه رافعين ايديهم. ووكن على كوري اوبستر واوتسايد للنادي الاهلي. فوتش كليسكا بيسلم الكره لمايكل تومسون. عمرو الجندي هو اللي هيقوم بالملعب دلوقتي او هيبقى هو البوينت جارد عشان يعرف يطلع براحته بدل الرقابه اللصيقه اللي مفروضه على مايكل تومسون. يعمل السكيب باس على طول لمهيب، مهيب لعمرو الجندي على الاوبن شوت لكن قرر يعمل الدرايف ويروح ولكن بلوك من هيثم كمال. شوشه يلم الكره على طول ويحاول معاها والستيل على طول من سيف سمير لمايكل تومسون والفاست بريك اهلاوي لمهيب. مهيب يهوش ووك او مارشيه مخالفه المشي بالكره على مهيب صحيحه. اوتسايد للاتحاد كوتش مرعي، خمس نقاط هو الفارق. شوفها تاني في الاعاده فعلا مظبوط. دولا او عفوا فوده يسلم لميدو طه سكرين من بيبو. ميدو يعمل بنتريشن من البيزاين والباك لاب وعلى طول هيثم كمال يحاول معاها لكن بيبو على السكند شوت يحاول السيمي هوك ويخلص على طول الريباوند ايهاب امين. ديفنسيف ريباوند من بوب ايهاب امين يطلع بالملعب ويسلم لعمرو الجندي. عمرو الجندي بيقول لكوتش اوجوستي هنلعب ايه؟ بلغه كوتش اوجوستي باللي هيلعب بيه. اخر سبع ثواني في زمن الهجمه سكرين من ايهاب امين للجندي. ايهاب عايز يلعب ال1 1 يلعب ويروح والستيب باك وعلى الثري بوينت وينجح البوب ايهاب امين في تسجيل ثلاث نقاط يوسع الفارق الى 47-49. تايم اوت يطلبه على طول كوتش مرعي لايقاف تقدم النادي الاهلي. تعالوا نسمع تعليمات التايم اوت في اخر دقيقتين و10 ثواني سبع ثواني من عمر الكوارتر الثالث. تقدم النادي الاهلي 47-39. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش مرعي
47-39 زي ما حضرتك قدام حضراتكم على الشاشه. خماسي الاهلي سيف سمير، ايهاب امين، عمرو الجندي، احمد مهيب ومايكل تومسون، خماسي نادي الاتحاد بيبو ومصطفى عصام فوده، ميدو طه، يوسف شوشه، وشوف مين الخامس، بيبو. ضغط النادي الاهلي من اول ملعب والكره في حيز نادي الاتحاد. مصطفى عصام فوده بيتعمل عليه ترابات قبل الثمان ثواني، عايز يعدي، عدى فعلا وسلم لميدو طه، قلب الملعب لهيثم كمال. هيثم يبدا الهجمه ثاني عند ميدو طه. ميدو جال سكرين من بيبو، بيبو على البيك اند رول لكن ما تنفذتش. ميدو طه هيسلم الهاند اوف مع فوده، ودفاعات قويه من النادي الاهلي. وادي درايف ويسلم لبيبو من يوسف شوشه لكن ما بينجحش بيبو في التسجيل. باك ليب على طول من هيثم كمال ينجح في تسجيل 2 بوينت لصالح نادي الاتحاد. 47-41 ده الفرق الى 6 نقاط، اخر دقيقه ونص من زمن احداث الكوارتر الثالث. عمرو الجندي لمهيب، ايهاب امين مره ثانيه، اخر الثلاثيات لايهاب امين. عمرو الجندي وبصه الاروع لسيف سمير، الكيك اوت عند ايهاب امين على 3 بوينت لكن ما بيرجعش التسجيل. عمرو الجندي بليسن كده بيحاول معاها لكن يحسم الجدع على طول. هيثم كمال من الاتحاد بديفنسيف ريباوند ويسلم لمصطفى فوده. ميدو طه، ميدو سكرين من بيبو، عدى عايز اخترق، سلم بيبو، بيبو لميدو طه مره ثانيه، جاي له هيثم كمال تحت الباسكت على الميس ماتش، طلع كيك اوت لمصطفى عصام فوده. اخر 5 ثواني في زمن الهجمه، بيبو تحت الباسكت يقطع ايهاب امين وتخبط في ايده وتطلع اوتسايد للصالح نادي الاتحاد. عمر عزب على التغيير، شوف مكان مين، مكان ايهاب امين. 3 ثواني على انتهاء زمن الهجمه لصالح نادي الاتحاد. سكرينات طلع عند شوشه، شوشه حاول يشوت، يتراجع عن موقفه، يعمل الدرايف وصل لكن ما بيرجعش في التسجيل. عمرو الجندي على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لمايكل تومسون. مايكل يهدى على ملعب، زي ما قلت لحضراتكم، قلت لكم في اصابه وسلامات ليوسف شوشه كانت واضحه عليه قبل تغييرته الاخيره، كان خارج وماسك رجليه. 1000000000 سلامة على يوسف شوشة، واحد من نجوم نادي الاتحاد ونجوم السلة المصرية ومنتخب مصر. سلامات ليوسف شوشة، نزل له، واضح ان الإصابة قوية يعني. واضح ان الإصابة قوية، 1000000000 سلامة على يوسف شوشة لاعب نادي الاتحاد ومنتخب مصر. هي مش الضمة، هي حاجة في جنبه. ولاعيبة النادي الأهلي بتطمن عليه. قام بالسلامة. سلامات ليوسف شوشة، سلامات لكل لاعبتنا، 1000000000 سلامة لشوشة. تلقى التشجيع من جميع من هم في الصالة. طمن عليه كوتش زاهر عبد الباسط، ادي اسماعيل احمد وعلي محمد كوري هوبستر. خرج يوسف شوشة ونزل مكانه ياسر صالح. خمسة واربعين ثانية على انتهاء زمن احداث الكوارتر الثالث. كوتش مرعي وتفكير عميق في احداث الكوارتر الثالث. عمر عزب يطلع الاوت لمايكل تومسون. بدا النادي الاهلي هجمته. مهيب بيدور على تومسون، سلم تومسون فعلا معاه فوده. فوده عدى تومسون، طلع الكيك اوت لعمر عزب. عمر عزب على 3 بوينت اوبن شوت لكن ما بيرجعش في التسجيل. بيبو على طول يلم، ديفنسيف ريباوند من نادي الاتحاد. 4 محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت، نجح في تسجيل 2 بنسبه 50%. 4 محاولات ايضا للاتحاد على 3 بوينت، نجح في تسجيل محاوله وحيده. ياسر صالح يسلم لميدو، ميدو طه، ميدو درايف، ميدو لكن لا، عمرو الجندي يقفل له السكه. لسه ميدو درايف يقف ويشوط على الميديم شوت لكن ما بيرجعش في التسجيل. يلم على طول احمد مهيب ديفنسيف ريباوند ويسلم لمايكل تومسون. مايكل سريعا ويروح ويشوط على الثلاثيه لكن ما بينجحش في التسجيل، عشان تاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم الاهلي 47-41. اعزائي المشاهدين، الصراحه ما بين الكوارتر الثالث والكوارتر الرابع، ونعود اليكم سريعا. تعالوا نسمع تعليمات المديرين الفنيين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين، واحداث الفصل الاخير والكوارتر الرابع، والنتيجه تقدم الاهلي 47-41 في بدايه احداث الفتره الرابعه والكوارتر الرابع. ستارت لاين اب للنادي الاهلي، احمد مهيب، عمرو علاء، زهران، سيف سمير، عمر عزب و
مايكل تومسون ستارت لاين اب نادي الاتحاد ميدو طه ودولا كوري ويبستر هيثم كمال واحمد بيبو الحيازة أهلوية. فكر حضراتكم في سلسلة البيست اوف 5 جيم 1 كسبوا نادي الاتحاد 86-77 جيم 2 فاز النادي الاهلي 73-60 نبدأ أحداث الكوارت الرابع. مايكل تومسون لكن يتعمل الستيل من دولا يرجع على طول ويخطف مهيب ليه عمرو زهران. عمرو زهران لمايكل تومسون مرة تانية يبدأ الهجمة. مايكل درايف مايكل وصل طلع كيك اوت لسيف سمير سيف ويشوت قبل ال 24 ثانيه عمر عزب لكن ما بينجحش في التسجيل يلم على طول. هنا في ان سبورتسمان لايك فاول على يعني ان سبورتسمان لايك فاول ان سبورتسمان لايك فاول انا مش عارف على مين يا جماعه بصراحه انا مش عارف على مين هنشوف دلوقتي. ان سبورتسمان لايك فاول على دولا لاعب نادي الاتحاد ان سبورتسمان لايك فاول يعني هل من الممكن ان احنا نشوفها في العاده مره ثانيه؟ هنا فيتش لازكا عامل اجتماع سريع كده مع سامح السافانوس وبريس كيرتش هنشوف لكن هو كابتن سامح السافانوس قال ان سبورتسمان لايك فاول على الدولة. هل هيتم مراجعه الاي ار اس؟ هنشوف طالما في اجتماع كده يبقى في حاجه. اي ار اس يطلب بوريس كيريتش مع سامح استفانوس هنشوف الاي ار اس هيقول ايه. طبعا الساده المشاهدين بيتسالوا دلوقتي وبيقولوا ليه الاي ار اس ما بيبانش على الشاشه عندهم لان استخدام الاي ار اس بكاميرات خاصه بالصاله الدكتور حسن مصطفى بيبقى ذات جوده عاليه بصراحه. وادي اللعبه اهي تاني شكرا لمخرجنا على الاعاده. سيف سمير طلع الكوره وسلم لعمر عزب هي بعد دي بقى بعد الشوطه دي ما دخلتش في الكادر. طب خلينا مع مراجعة الاي ار اس انستنت ريبلاي سيستم هو اختصار الاي ار اس. بوريس كيريتش السلوفيني وسامح استفانوس المصري في مراجعة الاي ار اس ننتظر قرار الحكم. وترقب من كوتش احمد مرعي وكوتش اوجستي. تو شوتس وان سبورتسمان لايك فاول على الدوله تم تاكيده عن طريق الاي ار اس والحيازه للاهلي. عمرو زهران على التو شوتس او الفري ثرو. والفري ثرو الاول عمرو زهران نجح في التسجيل. ينجح في التسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الرابع 9:33 والفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل والحيازه للاهلي والاهلاويه 8 نقاط يوسع الفارق. عمرو علاء زهران كوتش كلاسيكا بيطالب اللاعبين بادخال التي شيرت الخاص بالمباراه داخل الشورت دي تعليمات والكوتش اوجستي والاوتسايد اهلاوي. سيف سمير يستلم الكره مان تو مان نادي الاتحاد يحاول يلعب 1 1 هلا طلع كيك اوت لعمر عزب بساط سريعه توصل عند مهيب لعمر عزب مره ثانيه. عمر ياخذ السكرين من سيف سمير والبيك اند رول لكن يوصل الكره لاحمد مهيب على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل يلم على طول نادي الاتحاد. مصطفى عصام فوده الكوري ويبستر زون ديفنس 2-3 النادي الاهلي. بساط سريعه عند فوده يقلب الملعب لميدو طه ميدو يخترق والفلوتر شوت وينجح في تسجيل تو شوتس تو بوينت عفوا للصالح نادي الاتحاد. يدعي الفارق الى 6 نقاط. وادي مايكل تومسون
هنشوف المشهد ده كتير قوي. الستيل من كوري هوبستر، كوري والفاست بريك ويسلم لميدو طه، وميدو طه ويرتكب معاه فاول على طول مايكل تومسون رقم 22، ولا الاخطاء الشخصيه على مايكل تومسون. ادي الستيل وادي الران وادي الفاول من مايكل تومسون. ميدو طه على تنفيذ الفري ثرو الاول لا يسجل، لم ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول. 8 دقائق 43 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ميدو طه على الفري ثرو الثاني نجح في التسجيل. انفعالات كوتش مرعي وضغط من الاتحاد. عمر عزب بيطالب اللعيبه تجري وتوسع الملعب مع كوري هوبستر. عمر عزب بيعدي، كوري عايز يلحقه كده ما يعديش قبل الثمان ثواني، لكن عدى فعلا عمر عزب. البلايند باس تخبط في رجل هيثم كمال وتجدد معاه الزمن الهجمه الى 14 ثانيه. اوتسايد للاهلي، مايكل تومسون هيطلع الاوتسايد، استلم من بوريس كريتش لعمرو زهران. عمرو واحد من نجوم اللقاء لمهيب، مهيب يقلب الملعب، كان عايز يباصيها لسيف سمير لكن بيبو يحط ايده فيها وبتطلع اوتسايد للصالح نادي الاهلي. ست ثواني على انتهاء زمن الهجمه وست نقاط هو الفارق ما بين الاهلي والاتحاد. اوتسايد للاهلي مايكل تومسون. عمر عزب بيشوط لكن هنا في ايه؟ كابتن سامح اسطفانوس شاور بفاول. فاول على مصطفى حسام فودة. فاول على فودة وتغيير في صفوف الاتحاد. ومهيب ينزل يخرج وينزل مكانه عمرو الجندي. وتو شوتس او عفوا ثلاث شوطات لعمر عزب نجح في تسجيل الفري ثرو الاول. عمر عزب على تنفيذ الفري ثرو الثاني لا يسجل. وعلى الفري ثرو الثالث عمر عزب ينجح في التسجيل. خمس محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو ينجح في تسجيل اربعه، محاولتين للنادي الاتحاد ينجح في تسجيل محاوله وحيده في احداث كوارتر فور. مايكل تومسون يخرج وابو النصر ما زال يعاني من الاصابه، سلامات لابو النصر. هيثم كمال ضغط النادي الاهلي يسلم لكوري هوبستر. كوري لسه الكره معاه يقلب الملعب لبيبو على طول في نص الملعب، سلم لمصطفى حسام فوده. ايهاب امين هو اللي نزل مكان مايكل تومسون. بيبو ياخد هاند اوف مع ميدو طه. ميدو حاول يعمل بنتريشن يطلع كوري هوبستر. دفاعات الاهلي منع اي اختراقات او اي شوط. عمر عزب يحاول معاها يطلع الفاست بريك، روعه الروعه من لايهاب امين وفاست بريك ولا اروع بالتو بوينت لصالح النادي الاهلي. لكن الحكايه بدات من عند عمر عزب اللي احياها من خارج الملعب بباص سريع سريع واسيست ولا اروع لإيهاب أمين، ما رفضش الهدية ووصل وسجل 2 بوينت. 53 44 بيبو هاند اوف مع كوري ويبستر. كوري يقلب الملعب على طول لفودة، فودة درايف من نص من منتصف أو من الميدل ويأتي معها بفاول على عمر عزب. فاول على عمر عزب. أهلي فاولين، توتال فاولات على الأهلي اثنين وأيضا على الاتحاد اثنين وتو شوتس ليه مصطفى عصام فودة. خرج هيثم كمال ونزل اسماعيل احمد. كوري ويبستر فودة على تسجيل الفري ثرو او على الفري ثرو. دولا ينزل مكان كوري ويبستر ليه ما زال متاثر بالاصابه، اتصاب في جيم 1 بسبرين انكل خفيف كده.
لكن خلينا مع المباراة. دول فودة على تنفيذ الفري ثرو الأول. دول هو اللي نزل مكانه كوري ويبستر. نجح في تسجيل الفري ثرو الأول. فودة 45 عفوا. فودة على تنفيذ الفري ثرو الثاني. نجح في التسجيل ايضا. بدايه الفارق الى 7 نقاط لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي مع اسماعيل احمد. عدى قبل 8 ثواني. عمرو سلم لايهاب امين. ايهاب مع فوده. لسه ايهاب امين ياخد سكرين من سيف. يقلب الملعب بتاعها الناحيه الثانيه لعمرو زهران. عمرو بيهايند باك لكن يعمل السيل على طول. فوده يسيطر على كورته ويسلم لبيبو. يستلم ثاني مره ثانيه من بيبو. عدى من نص الملعب. يبدا السيت بلاي من مصطفى صنفوده بوينت جارد نادي الاتحاد لميدو طه. باصات سريعه يخترق ميدو. يقف يستنى حد يتحرك له. يرتكز حاول يقطع عمرو الجندي عمرو زهران لكن دولا يستلم ويسلم ميدو طه على 3 بوينت ميدو طه لكن اير بول. يستلم على طول سيف سمير ديفنسيف ريباوند ويسلم لايهاب امين. ايهاب لسه الكره مع ايهاب امين. ايهاب امين تسع ثواني على انتهاء زمن الهجمه. ايهاب على 3 بوينت لكن قرر انه يدي لعمرو الجندي وعمرو الجندي السيمي هوك من بعيد. 2 شوتس 2 بوينت على طول يسجلهم عمرو الجندي على طول. كوتش احمد مرعي يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي بعد وصول الفارق الى 9 نقاط 55-46. تعال نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم سريعا بعد انتهاء احداث التايم اوت. التايم اوت اللي طلب الكوتش مرعي. عمرو الجندي عمرو زهران عمر عزب ايهاب امين سيف سمير خماس النادي الاهلي احمد ابو العلا بيبو ميدو طه دولا. نشوف مين يظهر بس في الكادر. يبقى دولا كوري ويبستر وميدو طه واحمد اسماعيل واحمد ابو العلا بيبو والحيازه التحدويه 6 دقائق 22 ثانيه على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه جيم 3. فكر حضراتكم 1-1 في سلسله البيست اوف 5 وادي ده جيم 3. يقطع على طول النادي الاهلي بعد دفاعات قويه يسلم لايهاب امين. يبدا الهجمه لايهاب امين يسلم لعمر عزب. عمر سيف سمير عمرو الجندي ياخد سكرين من سيف يعدي يقع اسماعيل في السكه لكن هنا في ايه؟ في سيميليشن على السمعه. اسماعيل احمد فوتش كلاسيكا يحتسب سيميليشن او تمثيل ادعاء ليس التمثيل عفوا هي سيميليشن هي ادعاء على السمعه. السمعه 4 اخطاء شخصيه. ياسر صالح انا شايف ياسر نزل اعتقد هيتم تغيير السمعه. 4 اخطاء شخصيه اسماعيل احمد نشوفها مره ثانيه. يعني ما شفناش هل في 2 شوتس يعني خلينا نشوف. اسماعيل احمد لا زال في الملعب. ما زال اسماعيل احمد في الملعب.
كرة في حيازة النادي الأهلي أوتسايد وتش كلاسيكا، بيطالب اللاعبين بالجلوس، واحد بس اللي يقف في المنطقة الفنية. أوتسايد أهلاوي، ست دقائق ثانيتين. عمر عزب يستلم الكرة ويسلم لعمر الجندي، عمر لعمر عزب مرة تانية. عمر عزب على 3 بوينت اوبن شوت شوت لكن ما نجحش في التسجيل، يلم على طول دفاعات نادي الاتحاد. بيبو يسلم لدولا، دولا يعدي، دولا لاسماعيل احمد، لسه الكره مع السمعه، يسلم لدولا، 8 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. اسماعيل بيحاول ياخد بوزيشن لكن عمرو جندي معاه، وهنا فاول على عمرو الجندي. عمرو الجندي رقم 5، اول اخطاء شخصيه، ثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي التوتال، وثالث ايضا الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد توتال. اوتسايد كوريوبستر هيطلع الاوت، كوري يسلم لياسر صالح، ياسر لبيبو، بيبو لدولا، كوريوبستر يستلم الهاند اوف من دولا، كوري يحاول درايف يطلع كيك اوت، ياسر صالح على 3 بوينت شوت ما نجحش في التسجيل. ايهاب امين بيزوق الكره بيحاول يلحقها لكن بتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. ثلاث محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت لم يسجل ولا محاوله، محاولتين لنادي الاتحاد على 3 بوينت في احداث الكوارتر ده، الكوارتر الرابع ما نجحش ايضا في التسجيل. اوتسايد لصالح الاهلي، مراجعة سريعة من سامح الصفانوس وبوريس كيريتش. اوتسايد للاتحاد، دولا يبدا الهجمة والست بلاي، سلم لاسماعيل احمد، اسماعيل لبيبو، بيبو لدولا مرة ثانية، دولا بيسلم، عايز يسلم لاسماعيل في البيز لاين، اسماعيل يعمل الدرايف مع عمرو، عمرو الجندي لكن ووكن هنا على اسماعيل، واوت سايد ترافلنج او ووكنج على اسماعيل احمد، واوت سايد لصالح النادي الاهلي. 56-46، 10 نقاط فارق، 4 دقائق 55 ثانيه. مايكل تومسون مكان عمر عزب، تغيير اجراه كوتش اوجوستي، فوده على طول، على طول فوده، على طول على طول فوده نازل. التاسك بتاعه ومهمته هو تولي رقابه مايكل تومسون. اسماعيل يخرج، سمعه نجم كبير، زي ما قلت لحضراتكم فوده على طول نازل لمايكل تومسون، واحده من مهامه اللي يعني مبلغه بيها الكوتش مرعي. ايهاب امين هيطلع الاوت، يسلم لعمرو زهران، عمرو هو اللي هيعدي بالملعب، عمرو عدى قبل الثمان ثواني لكن الكره طبعا منه، وتسلم على طول ياسر صالح لفوده، فوده يهدى ويسلم لبيبو اللي قاطع لدولا، دولا قرر يخترق لكن تراجع عن موقفه، ولسه الكره معاه لكن سلم لبيبو، كوري ويبستر يستلم ويحسم الجدل على طول، كوري ياخد سكرين عايز يعدي لكن هنا في ايه؟ في فاول هنا على عمرو زهران، في فاول على عمرو زهران، ثالث الاخطاء الشخصيه على عمرو زهران، او ثاني الاخطاء الشخصيه عفوا، ثاني الاخطاء الشخصيه. اوتسايد للاتحاد، 4 دقائق 34 ثانيه، ياسر صالح يستلم ويسلم الهاند اوف مع فوده، فوده كوري ويبستر وسكرين من دولا من بيبو، وكوري على الميديم شوت ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح الاتحاد. ايهاب امين ايهاب لسه مع الكره، ايهاب 9 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، سكرين لسيف سمير، ايهاب لسه مع الكره عايز يعمل بيك اند رول، عمرو زهران في البيز لاين على الاوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يتوصل لدولا ديفنسيف ريباوند على طول وينجح في انه يستحوذ على الكره ويبدا الهجمه ويسلم لفوده، فوده وسكرين مع بيبو، فوده يقف على 3 بوينت يسلم لياسر صالح، ياسر
لكوري ويبستر. كوري وسكرين من بيبو. كوري عايز يعمل بيك اند رول لكن يتراجع بالستيب باك والشوط لكن ما بيرجعش في التسجيل. ايهاب امين يحاول مع الكره لكن تنتهي عند دولا. دولا واسست البيبو وينجح انه يحصل على فاول على سيف سمير لاعب النادي الاهلي الرقم 8. فوتشك لزكا يحتسب فاول على سيف سمير. تاني الاخطاء الشخصيه على سيف سمير. والتو شوتس البيبو. بيبو ينجح في تسجيل فري ثرو الاول. خمس محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو ينجح في اربعه. والاهلي ايضا خمس محاولات ينجح في تسجيل اربعه. بيبو على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. تغيير هيثم كمال مكان بيبو والسمعه مكان دولا. ايهاب امين يستلم لمايكل تومسون. واحد اثنين واحد واحد. دفاع ضغط من نادي الاتحاد. عمرو الجندي يستلم مايكل تومسون. مايكل على 3 بوينت شوت لكن ما نجحش في التسجيل. يلم على طول السمعه. اسماعيل يستلم لفوده ليه كوري ويبستر. كوري ومعاه ايهاب امين ياخد السكرين من هيثم كمال ويقف ويشوت 3 بوينت وينجح في تسجيل ثلاث نقاط على طول. كوتش اوجوستي يطلب تايم اوت لايقاف تقدم نادي الاتحاد واقترابه بثلاث نقاط فارق عن النادي الاهلي. النادي الاهلي متقدم بفارق ثلاث نقاط 56 53 بعد ما كان متقدم ب 10 نقاط. تايم اوت لكوتش اوجوستي. تعال نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضرتك. في حاجه هنا سريعا بس عشان نبقى عارفين. هنا مراجعه الاي ار اس لتحديد اذا كانت الشوطه الاخيره ثلاث نقاط ام نقطتين. بعد مراجعة الاي ار اس تم احتساب الشوطة الأخيرة أو الشوطة الأخيرة بثلاث نقاط. أصبحت النتيجة 56-53. لكن طاقم التحكيم في حاجة هيتشاور تاني ولا إيه؟ هنشوف دلوقتي. ثلاثة وخمسين ستة وخمسين. ثلاث دقائق سبع ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الرابع والمباراة. خلاص انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش اوجوستي والنتيجة زي ما حضراتكم شايفين تم مراجعتها. اذا كان كوري ويبستر كان دايس على خط 3 بوينت ولا لا بعد مراجعه الاي ار اس تم احتسابها بثلاث نقاط والكره في حيز النادي الاهلي بعد تايم اوت من كوتش اوجوستي. ضغط نادي الاتحاد ثلاث دقائق سبع ثواني. واحد اثنين واحد واحد بريس فول كورت. وتعليمات الدفاعيه الكوتش احمد مرعي وعمر عزب هو اللي طلع الاوت. يسلم لايهاب امين ضغط نادي الاتحاد. مايكل تومسون مايكل لعمر عزب يخرج قبل الثمان ثواني.
ترابات لصالح نادي الاتحاد، لكن تنتهي عند مايكل تومسون اللي ضغط عليه مصطفى صنفوده. ايهاب امين ياخذ سكرين من سيف لمايكل تومسون، يقف على 3 بوينت شوت لكن ما نجحش في التسجيل. ايهاب يحاول معها مره ثانيه لكن ما بينجحش في الحصول عليها، يسلم على طول هيثم كمال من قبل ياسر صالح، عدى فوده وسلم للكوري هوبستر. كوري حاول يقف ويشوط على الميديم شوت وينجح في تسجيل 2 بوينت ويدهي الفرق الى نقطه وحيده لصالح النادي الاهلي. فاول على ياسر صالح لاعب نادي الاتحاد رقم 20، اول اخطاء شخصيه على ياسر صالح. سيف سمير بيجمع الفريق كده، تعديل ده الكره الفاول. شكرا لمخرجنا على الاعاده الجميله دي. نرجع للمباراه، زون ديفنس نادي الاتحاد 2-3. عمر عزب درايف، عمر عزب يوصل لكن ما نجحش في التسجيل. تسرع من لاعبي النادي الاهلي في انهاء الهجمات، يلم على طول نادي الاتحاد ويسلم لفوده، فوده لاسماعيل احمد، السمعه لياسر صالح، هيثم كمال، كوري هوبستر يستلم منه ويبدا هو الهجمه. 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. كوري درايف، كوري يسلم لهيثم كمال على 3 بوينت شوت ما نجحش في التسجيل، يلم على طول عمرو الجندي ديفنسيف ريباوند، يطلب الهدوء ويعدي الملعب قبل الثمان ثواني. عمر عزب، مايكل تومسون، اخر دقيقه 35 ثانيه على انتهاء احداث الكورتر الرابع والمباراه. عمرو الجندي من بعيد، عمرو يا سلام يا عمرو، عمرو الجندي بثلاث نقاط يوسع الفرق الى اربع نقاط لصالح النادي الاهلي. دقيقه ونص على انتهاء احداث الكورتر الرابع والمباراه، وتقدم النادي الاهلي باربع نقاط في سلسله البيست اوف فايف. اسماعيل احمد وفاول وكاونت والاند وان لمصطفى صنفوده، ولا ايه الاشاره دي؟ طب نشوف واحده واحده تاني. هنا مصطفى صنفوده شاط ونجح في انه يسجل ثلاث نقاط، لكن اشاره الحكم ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، هل هي فاول على ايهاب امين ولا هيراجع الاي ار اس؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. كده انا فهمت، هيتم احتساب الثلاث نقاط لمصطفى صنفوده وخطا وفاول على مصطفى صنفوده. خلينا مع بوريس كريتش السلوفيني. فعلا مصطفى صنفوده فاول واحتساب الثلاث نقاط وتغيير. ايهاب امين اعتقد تم يعني رجله اتخبطت في مصطفى صنفوده، ده قرار الحكم، والتو شوتس لايهاب امين. دقيقه 18 ثانيه ده الفارق، ثلاثيه ايهاب امين او ثلاثيه عمرو الجندي عفوا، ثم يرد عليه على طول مصطفى صنفوده ليضيع الفارق ثاني الى فرق نقطه وحيده. تو شوتس بيرسونال فاول او فاول وخطا شخصي على مصطفى صنفوده. ايهاب امين على تنفيذ الفري ثرو الاول نجح في التسجيل. ست محاولات للنادي الاهلي نجح في تسجيل خمس محاولات. دقيقه 18 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ايهاب امين على الفري ثرو الثاني نجح في التسجيل ايضا، وسع الفرق الى ثلاث نقاط، 61-58 لصالح النادي الاهلي. مصطفى صنفوده لاسماعيل احمد، اسماعيل هاند اوف مع كوري هوبستر، كوري عمرو زهران نازل وخد نجح انه ياخد فاول كوري هوبستر من عمرو زهران رقم زيرو. وتو شوتس لكوري هوبستر. فاول فعلا على عمرو زهران. وكوري هوبستر على تنفيذ الفري ثرو الاول نجح في التسجيل، ده الفرق الى 2 بوينت لصالح النادي الاهلي. دقيقه 7 ثواني على احداث الكوارتر الرابع والمباراه.
كوريا على تنفيذ الفري ثرو الثاني. نجح ايضا في التسجيل. في تغيير دولا مكان ياسر صالح من نادي الاتحاد، هيضغط نادي الاتحاد على النادي الاهلي. ايهاب امين 1-2-1-1 بريس فول كورت، عمرو زهران يلحق على طول ويسلم لي. هنا باك زون بوريس كريتش السلوفيني يحتسبه على النادي الاهلي بعد ضغط من نادي الاتحاد في البريس فول كورت. 1-2-1-1 دولا هيطلع الاوت، ما زال الاهلي متقدم فرق نقطه. لاسماعيل احمد السمعه لكوري ووبستر، كوري معاه عمرو زهران حاول يعمل بيك اند رول، يسلم لدولا، دولا ياخد سكرين من هيثم كمال، هيثم يقطع له ويسلم لكوري ووبستر، كوري بيشوط قبل ال 24 ثانيه لكن ما بينجحش في التسجيل. عمرو الجندي على طول يلم ديفنسيف ريباوند ويسلم ويهدى كده الملعب مايكل تومسون. مايكل لايهاب امين 2-3 ماتش اب زون، نادي الاتحاد بينفذه في ال 40 ثانيه او 30 ثانيه المتبقيه. مايكل تومسون بيشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، توصل في ايد سيف سمير ويبدا الهجمه من اول وجديد ويسلم لايهاب امين لمايكل تومسون مره ثانيه. مايكل لسه الكره مع مايكل وفاول بيرتكبه الدولة لاعب نادي الاتحاد بتو شوتس على طول لصالح مايكل تومسون. خمستاشر ثانية هي المتبقية في الزمن عمر أحداث الكورت الرابع والمباراة وتو شوتس لمايكل تومسون. مايكل على تنفيذ الفري ثرو الأول، نجح في التسجيل يوسع الفرق إلى 2 بوينت لصالح النادي الأهلي. سكند فري ثرو مايكل تومسون. مايكل نجح في التسجيل. تايم اوت على طول يطلبه الكوتش مرعي. تعال نسمع تعليمات التايم اوت ده لكن سريعا كده. 9 محاولات النادي الاهلي نجح في تسجيل 8 من اصل 9 محاولات على الفري ثرو. نادي الاتحاد 8 نجح في تسجيل 7 محاولات. 60-63 لصالح النادي الاهلي، 15 ثانيه وثلاث أجزاء من الثانية على انتهاء أحداث الكورت الرابع والمباراة. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. التايم اوت اللي طلبه كوتش مرعي اللي اعتقد هيبدا الهجمه من منتصف ملعب النادي الاهلي لان خلاص تقريبا مفيش وقت. 15 ثانيه هي المتبقيه، اي فاول من اي فريق هيرتكبه امام الفريق الاخر بتو شوتس على طول. لو خدتوا بالكم في التايم اوت كوتش احمد الجرح بيقول نو فاول. عمرو زهران سيف سمير عمرو الجندي ايهاب امين مايكل تومسون خماسي النادي الاهلي في ال 15 ثانيه المتبقيه. ده خماس النادي الاهلي وحوارات من سيف سمير مع عمرو الجندي وهاب امين. فوده والسمعه هيثم كمال ودولا واعتقد ميدو طه. هنشوف كوري هوبستر خماسي بيشوت 3 بوينت يقدر يجيب التعادل في اي وقت لكن هتشوف الهجمه هتخلص ازاي. كوري هوبستر على طول هيستلم هيفتح الملعب اخر 10 ثواني شوت 3 بوينت ما نجحش في التسجيل. عمرو زهران على طول ديفنسيف ريباوند وبيطالب بالهدوء يسلم لايهاب امين. خلاص اكلينيكيا وفنيا ننتظر فقط الاعلان الرسمي بفوز النادي الاهلي بالسلسله بالجيم التالي
و2-1 لصالح النادي الاهلي في سلسله البيست اوف 3. انتهت احداث الكوارت الرابع والمباراه بفوز النادي الاهلي 63-60 لصالحه. فاضل تقريبا بالظبط ثانيه ونص على انتهاء احداث الكوارت الرابع وفي اوتسايد لصالح النادي الاهلي. تعالوا نسمع تعليمات ونرجع لحضراتكم بعد التايم اوت. ثانيه ونص. تايم اوت هو كوتش مرعي هو اللي طلبه. يتبقى تايم اوت وحيد للكوتش اوجوستي. ثانيه ونصف، ثلاث نقاط فارق لصالح النادي الاهلي والكره في حيازه النادي الاهلي. التعليمات الاخيره للكوتش اوجوستي. عمرو زهران، عمرو الجندي، سيف سمير، ايهاب امين، مايكل تومسون، خماس الاهلي هيثم كمال، دولا كوري، اوبستر ميدو، طه اسماعيل، احمد خماسي، الاتحاد السكندري. ثانية ونص تتبقى وثلاث نقاط فارق. عمرو زهران واحد من المواهب الصاعدة ونجوم مباراة جيم 2 وجيم 3 يعتمد عليه الكوتش اوجوستي. والاوتسايد اهلاوي. الكوتش اوجوستي كان سأل الحكام هل ليا تايم اوت تاني؟ قال له فعلا ليك تايم اوت. وادي عمرو الجندي على طول هيلجأ نادي الاتحاد للفاول جيم عشان يوقف التايم على طول. تو شوتس لفاول على اسماعيل احمد وتو شوتس لعمرو الجندي. سبع اجزاء من الثانيه تتبقى على احداث الكوارت الرابع والمباراه. الفاول الخامس لاسماعيل احمد. وعمرو الجندي على الفري ثرو، فيرست فري ثرو او الفري ثرو الاول لا يسجل. والفري ثرو الثاني اسماعيل خرج، خمسه فاول ونزل مكانه ميدو طه. والفري ثرو الثاني عمرو الجندي لا يسجل ايضا. وادي على طول ديفنسيف ريباوند من ميدو طه لكن ما بينجحش في تسجيل اي نقاط عشان تنتهي معها نهايه احداث جيم 3 بتقدم الاهلي وفوزه على نادي الاتحاد في السيريس بيست اوف 5 63-60. الف مبروك للنادي الاهلي بتقدمه في البيست اوف 5 2-1. حظ اوفر لنادي الاتحاد في المباريات القادمه. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم باذن الله في مباريات قادمة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، دمتم في أمان الله. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد إلي وضيوفه الكرام، إليكم الميكروفون.